محاولة أخرى لاستعادة الحياة في مدينة معرة النعمان بريف إدلب من خلال بطولة محلية لكرة القدم أقيمت بمشاركة فرق من ريفي إدلب وحماة. نادي النعمان الرياضي افتتح دورة الشهيد أسعد طعمة بمشاركة 12 فريقا موزعين على 3 مجموعات، يتأهل فريقان من كل مجموعة للدوري الثاني تمهيدا للجولة النهائية. لعبة جميلة جدا من قبل الفريقين معرة النعمان وخان شيخون كأول مباراة افتتاحية دورة الشهيد أسعد طعمة، وجماهير كانت ممتازة لأول مباراة، ورغم القصف ورغم جميع الشغلات اللي عم بتصير هون عم نحارب النظام بنفس الأسلوب اللي عم حاربنا فيه، مثل ما هو عند الدولة نحن عندنا كمان دولة. أسعد طعمة أحد لاعبي نادي النعمان السابقين، حملت البطولة التي رعتها رابطة المحامين الأحرار اسمه تخليدا لما قدمه للنادي خلال مهامه كمدرب ولاعب وعضو إدارة قبل أن يستشهد في مدينة معرة النعمان عام 2012. قام دورة الشهيد المرحوم أسعد طعمة في معرة النعمان تخليدا لذكراه العطرة، وقد كان هذا الشهيد من أبناء النادي الأوفياء حيث لعب لسنوات وكان مدربا وعضو إدارة. تحضير البطولة وتنظيمها ارتقى إلى معنويات اللاعبين والجمهور على الرغم من العقبات التي واجهت الفرق المشاركة، وكان أبرزها تكثيف القصف على ريفي إدلب وحماة. نحن شاركنا بهالبطولة في ظل الظروف الصعبة، وتحضيراتنا كانت يعني شايف انت على الظروف اللي عم نمر فيها، خان شيخون ريف إدلب الجنوبي رغم القصف رغم الطيران يعني عم نتمرن تحت القصف والطيران، يعني اضطرينا نتمرن الساعة 6:30 الصبح يعني مشان بس نحيد الطيران شوي، ورغم كل هالشيء عم نتابع الرياضة ورغم كل هالظروف ورغم كل هالصعاب يعني عم تحدى العالم كله يعني، ومشان نوصي رسالة للعالم انه نحن متابعين بالرياضة ورغم كل هالمآسي ورغم كل هالمجازر ورغم كل هالشيء. مباراة الافتتاح انتهت بفوز فريق النعمان على خان شيخون ب3 أهداف لهدف. معنويات اللاعبين المرتفعة عكست فرحتهم باستعادة حياة لم يتوانى النظام عن سلبهم إياها واستبدالها موتا وتهجيرا وقهرا.